الو لا لا مش ممكن وماله خليك في الفانتر بتاعك يا مجدي. بقول لك ايه يا عبدين، ما 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 تشغل لنا حته صغننه كده ناخد فكره عن الفيلم. عاوز تتفرج على فيلم مسروق؟ حته يعني كده نشوف الفيلم صورته عامله ازاي. مش لسه كنت عامل لي فيها طارق الشناوي من شويه وقعدت كده تقول ضيعتوا السينما بهدلتوا السينما؟ بلا طارق الشناوي بلا طارق لطفي، هي حته وخلاص. ما هي كده بتبدا بحته وفجاه تلاقيك بتحمل الفيلم كله. خلاص مش عاوز من وشك حاجه. ولعلمك بقى العيال كلها مشيرينه على الفيس. فيس فيس انت من اللي بيقولوا الفيس؟ ايوه يا اخويا، بقول الفيس والواتس والهايبر. عايز حاجه انت؟ الله يرحمه ابوك كان بيقول على الجبنه الركفور جبنه بقدونس. بقدونس. الله يرحمك يا بابا، جايب لي الكلام حاضر وغايب. ما حدش مرتاح. و احمد حلمي مش هيطلع معانا في الحلقه يا عمو؟ مرضيش يا عم، قال الاول تشيلوا الفيلم من على النت. انا هتجنن، فيلم لسه نازل امبارح ازاي فجاه كده يبقى على النت؟ هو اللي بيسرق الفيلم وينزله على النت ده بيستفيد ايه يا عم؟ وهي العيال اللي ماشيه بمسامير في ايديها وعماله تجرح بيها العربيات بتستفيد ايه يعني؟ في ناس بتعمل دماغ بالاذيه، بتتكيف لما تعمل حاجه شمال. يا عم نادي، يا عم نادي، ابوس ايدك، الزيت ملا بقي، بقول لك الزيت ملا بقي، طلعني بقى، طلعني اخويا. ما تطلعه بقى يا عمو، حرام عليك، كفايه. نوصل الورشه ونطلعه ونسيب له العربيه كمان، ما تقلقش. طب وهنعمل ايه بقى في موضوع الفيلم؟ وهو في غيره، عبقرين الغبره طبعا. وهو صاحبك ما بلغش مباحث الانترنت ليه؟ بلغهم واحنا هنساعدهم. طب انا بقى ايه المطلوب مني دلوقتي؟ زي ما قلتلك هتخش على الموقع اللي منزل الفيلم وتعرف لنا مين الادمن وايميله ايه وبياناته اللي مسجل بيها نفسه. ها على الاقل نمسك خيط نتحرك وراه. بس اكيد يا عمو مسجل بيانات مزيفة، ممكن يزيف كل حاجة ما عدا المكان اللي بيعمل منه كل حاجة، ده اللي هيوصلنا ليه. ايه ده؟ ايه ده؟ مالك يا عم انت؟ ده الولد ده اصلا مش من مصر. نعم بياناته بتقول انه في الكويت وحمل الفيلم ده في الكويت. ازاي الكلام ده؟ مستحيل طبعا، لان النسخة اللي على الموقع متصورة من سينما وهو الفيلم لسه ما اتعرضش بره مصر. تبقى تاهت ولقيناها يا عمو، حد صور الفيلم من سينما هنا وبعته الواد بتاع الكويت وهو اللي نزله عشان ما يتقفشوش. طب خش وقع له الموقع بتاعه. مش هتفرق كتير يا جدو، الاشكال دي مدام الفيلم في ايديها ممكن تحمله على النت من اي حته. اقفل له الموقع اهو، على الاقل يعرف ان في ناس بتجري وراه وبتدور عليه، يمكن يخاف ولا حاجه. خاف ايه يا جدو؟ بص على الافلام اللي الواد محملها على الموقع كده، ده في افلام لسه منزلتش السوق اصلا. طيب انا عندي فكره. ده سوبر هنيدي، خد بالك من نفسك ومن كلب البحر. زمن القرصنة ولا ايه؟ الدخان طالع منك جاله، انت مش هبطل الحركات دي بقى يا ابن اللذينه يا صغير. ادي البيانات عندك، وانت بشطارتك بقى تقدر توصل للواد ده. عايزين نعرف بس الفيلم خرج ازاي. انا بقول لك الشغلانه هاي بتاخد وقت،
لا وحياة أبوك الفيلم بيضيع، مفيش وقت يا خالد. ها بأسرع ما يمكن. أوعدك في أسرع وقت ممكن، بس قل لي أنت شاهدت الفيلم؟ شفت كم حتة كده والفيلم حلو قوي، عشان كده أنا متحمس ننقذه. طيب زين زين، فيك تبعت لي رابط يا هنيدي؟ إيه؟ رابط؟ سلامة خالد، سلام سلام.